كشف نور مار أنه عم بيحضر لفيديوهات ومفاجآت عديدة لمتابعينه بتواجده بدبي. هذا يعني أنه لساته مطول بدبي وما رح يرجع لتركيا مقربا، مع العلم أنه أخوه محمد مار عم بيخطط للالتحاق به لدبي. سيامان تسرب مقطع بسيط من أغنية وفيديو كليب شهد الأولى على يوتيوب، والمقطع كان عبارة عن تريلر للأغنية، فشو رأيكم فيه؟ أنس الشايب انصدم من اختفاء حسابه على انستغرام من بعد ما تم تهكيره من قبل ناس مجهولة، فشارك هو وبيسان هالستوريهات بعد الصدمة. مرحبا حبايبي، كيفكن؟ حبايبي في شيء مو طبيعي عم يصير. امبارح حساب أنس طار كامل، وأنا حسابي كل ساعتين تقريبا عم ينزل فيه بوست هاكر، وأنا من امبارح لليوم ما نمت عم مشكلة حبايبي. تعرف شغلة؟ إنه إحنا مش لاقين حل حسابي إنه نرجعه، ما في أمل إنه يرجع. عملنا كل شيء بنقدر عليه، وحساب بيسان عملنا كل شيء بنقدر عليه إنه نحاول نحل المشكلة، برضو مش قادرين. بيسان صفحتها 4 مليون وموثق، كل ساعتين حدا بينزل على صفحتها بوست. ما بعرف كيف بينزلوا بوست بدون ما يعملوا ما بعرف كيف عم ينزلوا بوست. يعني هم حساب بيسان فيش حدا داخل عليه، بس انهم بيقدروا كل ساعه ما في لوجن بينزلوا صوره، وانه هكر رح نهكر حسابك سون تقريبا، وزي هذا الحكي. حسب الله ونعم الوكيل فيكم، مش عارف كيف يكبون عليهم حبايبي يقطعوا ارزاقنا. يعني انا وبيسان السوشيال ميديا والله تعبنا على حساباتنا سنين، تعبنا حساباتنا سنين، غير هيك هاي رزقتنا. بمقلب بسيط بالمتابعين على قناة نارين، قررت كل من نارين وبيسان توضيح حقيقة خلافهم ونفي الإنشاعات المنتشرة عنهم بالسوشيال ميديا آخر فترة، حيث كشفوا أنه ما بينهم أي خلاف وكانوا رفقة لمدة سنتين. فشو رأيكم بالمقلب؟ والجدير بالذكر أنه نارين كشفت بالفيديو أنها عم بتحضر لغنيتين جداد، وأيضا طرحت فكرة أغنية تجمعها مع بيسان ممكن مستقبلا. نور ستارز وبإجابتها على طلبات صور من طرف المتابعين وأسئلة عشوائية، أجابت على عدة أسئلة من بينها كان عاملة عملية تجميل لتمك، وأجابت نور بي لا طبيعي بس عندي طريقة معينة لرسم الشفايف، وفي سؤال آخر كان آخر صورة حطيتيها على الاستوديو، أجابت نور بها الصورة ولوهلة فكر الجمهور أنه دم حقيقي ولكن طلع عبارة عن فلتر. نور ستارز أيضا عم بتحضر لفيديوهات ومفاجآت مع اليوتيوبر آياتي من بعد لقائهم بأمريكا مؤخرا. نور إيش رأيك انخطبت؟ عطت أول تلميح، أنا قلت أوكي خلاص يلا العالم حيعرفوا بيت جولة بالبيت. أوكي عطت أنت ثاني تلميح، قلت أوكي خلاص إجا الفرج. بعدين شفت أي وأم تعرفوا هالإموجي اللي لايك هاي أنا كنت عم بعمل. Oh my God. أصالة تحمس الجمهور لمفاجأة أنصالة الجديدة اللي رح يكشف عنها مؤخرا من بعد طرح أغنية أصالة قريبا جدا على قناتهم الإنجليزية. فكشفت أصالة عن هذه المفاجأة الجديدة بهاي الصورة على إنستغرام، واللي علقت عليها بي المفاجأة قربت، ووصلت مستريهات إنستغرام مجيبة على توقعات الجمهور بخصوص هالمفاجأة، فكانت من بين التوقعات أنهم يرجعوا لكندا، وأجابت أصالة بلا، والثاني كان أنها حامل، وأجابت أصالة بهالصورة يعني لا. والتوقع الأخير واللي كان جدا غريب واللي خلى أصالة تلغي فقرة التوقعات وتنام كان ميلا خطبت. شيرين حطت بوكس أسئلة وأجابت على عدة أسئلة، ومن بينها كان متى بترجعي لدبي، وأجابت بي السنة الجاي، والثاني كان مين أكتر وحدة من إخواتك تحسينها قريبة منك، وأجابت شيرين بي كلهم بس أكتر شي أم السوس سيدرا، والسؤال الثالث كان إيش حابة تدرسي بدبي ولا بالسويد، بدك تكملي جامعتك، وأجابت بي رح كمل هون يعني بالسويد، والسؤال الأخير كان المفاجأة أنك رح تخطبي، وأجابت بي أنا عمري 18 يعني أكيد لا.